حتى الذي لا يحسن القراءة في الدنيا يوم القيامة يمكنه الله ويقرأ. إذا قرأ بنفسه يتذكر، قال فعلت كذا وفعلت كذا يوم كذا يوم قلت كذا يوم، ها، فهو نفسه متذكر، ما ينكر شيئا، لم تظلم الحفظة. هذا كتابنا ينطق عليكم الحق، إن كنا نستنسخ ما كنت تعمل، إن تعمل ينسخ عليك. فحينئذ هو يكون يكفي أنه يشهد على نفسه. نعدين الثاني من القيامة ينبأ، يخبر ماذا فعلت، ويرى أيضا، صح، يقرأه بنفسه، يقال له اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبه، هو يقرأ. قال جل وعلا فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وهذا ينشر بحيث يراه هو وغيره. وذاك على المسلم أن يبادر بالتوبة النصوح حتى لا يلقى الله عز وجل يوم القيامة ويفتضح أمام على رؤوس الأشهاد بالفضائح الموجودة في صحيفته. لكن إذا تاب في دنياه يبدل الله سيئاته حسنات، لأن يوم القيامة فيه أشياء كثيرة، من الفضيحة، من الندم، من العويل والصراخ، من يلعن الناس بعضهم بعضا، يتبرأ بعضهم بعضا، المستضعفون يتبرؤون من الذي استكبر، والذي استكبر يتبرؤون من الذي استضعفوا، والتابع والمتبوع والشيطان يتبرأ منهم، والخونة، ها، يعني ينصب لهم ألوية أعلام، يقال هذه غدرة فلان، فضائح، مصائب في صحف وفي دواوين. يقول الديوان هو الدفتر الذي يكتب فيه أعمال العباد، والصحائف جمع الصحيفة وهي الورقة التي يكتب فيها من الرق والقرطاس. وعلى هذا يكون إيش، أيهما أشمل، الديوان ولا الصحف؟ الديوان، نعم. يعني قوله جل وعلا وإذا الصحف نشرت، دليل على إثبات الصحف، دليل على إثبات الصحف. فيجب الإيمان بنشر الصحف، نعم. هذه الصحف هم من أشد المواقف وصعبها على بني آدم، إذا تطايرت فكل إنسان طائره إيش، ألزمنا طائره في عنقه. لن يكون هذا التطاير للصحف والأخذ عشوائيا ليمسك يمسك، لا، بل هو يؤتى كتابه إما بيمينه أو بشماله. طبعا ظاهر القرآن وأما من أوتي كتابه بشماله، وقول جل وعلا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره، يحتمل أن من الناس من يأخذ كتابه بشماله ومنهم من يأخذ كتابه من وراء ظهره. ويحتمل هذا صاحب الشمال لأنه قسيم صاحب اليمين يأخذ كتابه بشماله من وراء ظهره، هو بالشمال، وعذابا له وإهانة له ما يستلمه وجها لوجه من الأمام، لا، يخلع يعني كتفه إلى الخلف ليأخذ كتابه من وراء ظهره، بشمال من وراء ظهره، نعوذ بالله. فهذا الموقف ما الصعوبة فيه؟ هذا حتى إلى يوم هذا، يوم النتائج والفرز، ها شو النتيجة، من يفوز، من يتخلف، الناس على أعصابها، صح، كيف عاد يوم القيامة والناس في أعصابه في الدنيا، يعني ماذا سيفوته يعني إذا ما فاز، كان دراسة ولا أي مجال من المجالات، وإذا ما فاز يعني بيفوته شيء من الدنيا، يمكن يفوز مرة أخرى، يعني في مجال إيش، الاستدراك. لكن يوم القيامة إذا تطايرت الصحف وأخذ أحد كتابه بشماله من وراء ظهره، ما في مجال لا أن يستدرك، لا أن يستدرك، ولا أن يمهل مهلة جديدة، لا، حتى أنه يقول رب ارجعوني، رب ارجعوني، هل يرجع؟ لا، كلا، يقال له كلا. فالموقف صعب جدا جدا، الله ينجينا وإياكم. أخذ كتابه بيمينه، يقول الله جل وعلا فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. وأما من أوتي كتاب وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا، يعني يدعو على نفسه أو يدعى عليه أيضا، ويصلى سعيرا، ثبور يعني هلاك، نعم.